السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قناتنا على اليوتيوب. بالتالي احنا حاليا اذا بدأنا من هذه الغرفة قلنا لازم نتخلص من الحمل الحراري، حتى الشخص حتى انت تكون جالس بالمكان في جو مريح. قلنا احنا الشيء الاساسي للتخلص من الحمل الحراري هو إيجاد مادة تقوم بسحب الحرارة. سحب الحرارة لا تقوم به المادة إلا إذا كان في عندي تبادل حراري ما بين ذرات فيها حمل حراري منخفض وما بين ذرات فيها حمل حراري مرتفع وطاقة حرارية. بس إحنا نلتقي، يعني نخلي التقاء ما بين الذرات الباردة وما بين الذرات الساخنة، هذا يؤدي إلى شو؟ انتقال الحرارة من الساخن إلى البارد. تمام؟ اتفقنا؟ طيب، حاليا أنا هون لازم يكون في عندي مادة أدخلها تعمل هذا التبادل الحراري. بما أنه أنا المحتوى الحراري موجود ضمن الهواء، فمعناته لازم أنا أدخل هواء يحمل ذرات هواء بطاقة حرارية منخفضة تقوم بالتبادل الحراري مع ذرات الهواء الموجودة داخل الغرفة اللي بتحمل طاقة حرارية مرتفعة. حلو؟ هاي كل العملية. طيب أنا شلون بدي أقوم بهذا العمل؟ بدي أقوم بهذا العمل من خلال المكيف. طيب أنا المكيف عندي مهما كان نوعه، مهما كان مبدأ عمله، سواء كان سبلت يونت، سبلت دكت، باكج يونت، VRF، تشيلر، مهما كان نوع المكيف، كل المكيفات لازم يتم دفع الهواء البارد واللي هو بحاجة حمل حراري، ويقوم بتخليص المكان من الحمل الحراري أيضا، تمام، وأخراجه خارج المكان. طيب احنا حاليا عندنا ماكينة الباكج يونت، راح نشوف كيف هاي الماكينة تقوم بسحب الحمل الحراري الموجود داخل الغرفة وطرده باتجاه الهواء الخارجي. تمام؟ هذا الهواء المحيط فينا حاليا احنا طبعا ما منحس بوجود رطوبة، او ما منحس احيانا بوجود مثلا بخار ماء، ولكن الشيء اللي احنا لازم نفهمه ونعرفه، يعني احنا بس وصلتنا المعلومة اللي هي عملية الغليان والتبخير، احنا بنكون تقريبا يعني حصلنا على 90% من المعلومة الصحيحة. خلينا احنا شوي ناخذ وقتنا ونشرح لكم طبعا عملية التبخير وعملية التكثيف. حاليا انت لما يكون عندك على سبيل المثال كل يوم انت بتقوم بعملية التبخير وعملية التكثيف في منزلك بنفسك، كل يوم هذا الشيء بيصير معك، لذلك في بعض الأمور أحيانا بتكون بسيطة ومحيطة فينا ولكن مش واصلة المعلومة أو مش واصلتنا الفكرة أحيانا. لذلك أنت بشكل يومي تقوم بغلي فنجان القهوة أو بغلي الماء عندك في المنزل بالغلاية أو في طنجرة بتغلي ماء، صحيح؟ الشيء الأساسي اللي لازم نعرفه إحنا أنه عملية انتقال الطاقة الحرارية، الطاقة الحرارية موجودة بأشكال مختلفة احنا بنتعامل معها بشكل يومي وبشكل دوري. تمام؟ يعني انت لما تعبي سيارتك بترول عمليا انت بتعبيها طاقة. تمام؟ هاي الطاقة تتحول لحركة، هاي الحركة ايضا بتحول بينحرق عندك الوقود وبيطلع دخان بيمتزج بالهواء الخارجي. المهم الوقود اللي انت عبيته في سيارتك بيتحول الى طاقة بشكل ثاني، شكل آخر. يعني أي مصدر من مصادر الطاقة اللي أنت بتتعامل فيها، سواء كانت طاقة كهربائية، طاقة رياح، طاقة مياه، طاقة كهرباء، طاقة وقود، أي طاقة أنت بتخطر على بالك تتحول من شكل إلى شكل آخر. تمام؟ طيب إحنا طبعا بنتفلسف كثير في شرحنا، ولكن هاي طريقتنا، إحنا بدنا نوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة، ما بدنا نعطيكم رؤوس أقلام. أنا عندي طبعا هذا المكيف، بنرجع لمثال التبخير والتكثيف اللي أنت بشكل يومي بتستخدمه في منزلك. أنت لما بدك تغلي الماء اللي موجود، طبعا بدك تساوي قهوة، بدك تعمل أي شيء، المهم حطيت ماء عادي بارد وشغلت النار، شغلت النار. أول شيء احنا بدنا نعرف أنه أنت كيف شغلت النار. النار اشتغلت بسبب وجود سلندر غاز،
سلندر الغاز هو عبارة عن طاقة كامنة موجودة داخل هذا السلندر. هذا سلندر غاز على سبيل المثال اللي موجود عندك في أي بيت موجود، يوجد داخله عبارة عن غاز. هذا الغاز يحتوي طاقة حرارية. هذه